ملقى الصالحين هو ملتقى تستحضر فيه هذه المنطقة وتجدد فيه الوصل مع رصيدها التاريخي والحضاري والثقافي، وهو مناسبة تحاول فيه هؤلاء المجموعات أن تحيا ميراثها وتراثها الأصيل، وهو موسم ديني مصنف ضمن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لسيسكو، تراث مغربي لا ماديا يستمتع فيه الحاضرون لساعات بإيقاعات من الصحراء وبحضور والي جات قلميم ودنون وعامل إقليم آسا ورئيسة جات قلميم ودنون وعدد كبير من المشاركين. الموسم ديال ملقى الصالحين كان عرف واحد الوقفة بسبب كوفيد، وهاد العام كيبان انه منظم، وكنشكروا اللجنه القائمه عليه اللي هي الغرفه ديال الصناعه التقليديه والفلاحه، كاينين منتوجات، وشرف على افتتاح ديالها السيد الوالي وسيدات رئيسه الجهه ورفقه العامل ديال عامل الاقليم السزاك. كانوا منتوجات وديال منتوجات فلاحيه ومنتوجات ديال الصناعه التقليديه، وكذلك منتوجات اللي ديال برنامج اوراش. المعرض كعرف زوار من جميع المناطق الجنوبيه ولا المناطق الشماليه بما انه كان متوقف بسبب كوفيد، وكذلك معروض المنتوجات كذلك جا ماشي منتوجات من غير منتوجات المحليه، كاين منتوجات برا على الاقليم ولا على الجهه. ما شاء الله كاينين معروضات ما شاء الله من مراكش ومن وجده ومن طاطا ومن اكادير ومن ايفني ومن نواحي. المشاركون الصحراويون اتوا من كل فج عميق ومعهم صنوف من منتجاتهم اليدويه، وعلى هذه الإيقاعات إذن تفتتح هذه الفعاليات من ملتقى ملقى الصالحين. وهؤلاء المشاركون يعرضون منتجاتهم كما تشاهدون ما يسمى بالضراعة، لباس رجال الصحراء، وهذه الصور تعبر على التآخي بين الأقاليم الصحراوية، وهو عربون عن المحبة والتقدير. السيد الخالدي مفضل فاعل جمعوي رئيس تعاونية الحرفيين ميقص ذهبي الخياطة الصناعة التقليدية والعصرية بمدينة طنطن. النقطة الأولى كنشكروا سعادة الرئيس المحترم ديال جهة قلميم ودنون، وكنشكروا السلطة المحلية، وكنشكروا الدرك الملكي على الاهتمام ديالهم وعلى العمل وعلى العمل ديالهم، وكنشكروا الاعضاء ديال الغرفه جهاد قلميم ودنون، وكنشكر الرئيس على الديمقراطيه ديالو وعلى الشفافيه ديالو، لاننا هاد الصناع والصانعات كيجيبوا المنتوج ديالهم لهاد المعرض، لأننا هاد المعرض مزيان وكاين في واحد المستوى عالية، وكنتمناو الخير إن شاء الله للجميع. فاطمة زهرة بوزيكر مكونة في المركز التأهيلي للفنون والصناعة التقليدية. جينا في هذا المعرض هذا باش نشاركوا المنتوجات ديال الخريجات ديال التكوين اللي تابع للصناعة التقليدية. هذا التكوين هذا في دابا ثلاث افواج. الفوج الاول تخرج سنه 2020 في 29 بنت، يعني هو تكوين نظامي يعني تابع للدوله، وفي نفس الوقت كتكون الدوله متابعه حتى دوك الخريجات باش انهم توصلوا مثلا بحال يديروا جمعيات، يديروا تعاونيات، يحاولوا ما امكن انهم يوفروا لهم فرص الشغل. دونك كاين حتى الفوج الثاني اللي هو خريجه ديال 2021 تخرجت فيه 27 بنت، وكان الفوج الثالث وهو ديال هذا العام هذا 2022 اللي تخرجت فيه ان شاء الله 28 بنت. من هذا
من هذا المنبر أو من هذا المعرض هذا كنوجه الشكر لجميع القطاعات، ولكن القطاع بالضبط للصناعة التقليدية والمديرة ديال المؤسسة اللي هي مباركة أدى علينا وجميع المكونات، ومرحبا بكم مرة أخرى. شكرا. المرأة الصحراوية تحضر للموسم، والحرفة اليدوية لا تكاد تخلو من كل مكان، فموسم زاوية آسى ملقى الصالحين هو أحد أكبر التظاهرات في المغرب، منظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية بجهة قلميم ودنون، يجمع بين زخم الفعاليات والأنشطة المتنوعة بين الثقافة والفكر، وهو ما يعكس روح الحضارة المغربية والأصالة والثراث في مزيج رائع بين الحاضر والماضي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.